يعني تعال المواطن ما لازمش يبقى ينتظر فقط من المنتخبين، لازم هو الثاني يلعب الدور نتاعه بممارسة حقه في الرقابة، بممارسة حقه في المطالبة، بممارسة حقه في طلب الحساب، يعني لكل من ينتخبهم، مش تنتخبوه وتتركوه. الديمقراطية التشاركية تطلب منك في نفس الوقت تعطيك حقوق، بصح في نفس الوقت تحط على كهلك يعني واجب اليقظة في متابعة شؤونك اليومية. وبالتالي نهني بكل يعني الشعب الجزائري على هذا الحماس الذي أبداه بالنظر للظروف الماضية. يعني نرى ديما بمقارنة، ماهوش ما وصلناش للشيء اللي ننتظروه مثالي، لكن الحمد لله يسمح بأن الأسس الصحيحة للديمقراطية التشاركية إن شاء الله قد وضعت يعني اليوم بإتمام هذا السقف إن شاء الله. رئيس الجمهورية، كانت صحيحة اليوم أن المشاركة ستكون واسعة في المحليات، كم تتوقع أن ستصل نسبة المشاركة؟ والله بكل صراحة أنا أسجل منذ الصباح، حتى أنا يعني مع الصحافة مع الزملاء نتاعكم، يعني في عندي حصص كل ساعتين ثلاث سوايع نقدم لهم. أنا سجلنا مقارنة مع التشريعيات في الصباح كان فرق، في الصباح كان فرق انطلاقا بعد، يعني في الحصة الأولى كان فرق بين التشريعيات بحوالي نقطة ونصف الصباح، الآن راهي وصلت حوالي 3-4 نقاط فرق مع التشريعيات، يعني معناتها نسبة المشاركة إن شاء الله تكون. احنا شحنا قلنا، احنا الجزائر الديمقراطية ما تجعلش من نسبة المشاركة عامل أساسي أو جوهري، المهم المشاركة تكون مشاركة واعية وتكفي لإعطاء المشروعية للحكام الذين ينتخبهم الشعب. وبالطبع تكون المشاركة، قد ما تكون مشاركة كبيرة قد ما تكون المشروعية هذه أكبر، ولكن المهم بالنظر للأزمات اللي مرينا عليها ما ننساوش نعاودها. في ديسمبر 2019 كانت الحكومة ما تقدرش تخرج للشارع يا إخواني، فهمت؟ اليوم الحمد لله منذ الانتخابات الرئاسية وانتخاب رئيس ديمقراطي من قبل الشعب والتعديل الدستور الديمقراطي والبرلمان اللي انتخبوا الشعب، الحمد لله الشعب هو ارتاح شيئا ما في انتظار النتائج فيما يخص التنمية وفيما يخص يعني الأمور اللي هي مسجلة في برنامج كل المنتخبين، سواء كان سيد رئيس الجمهورية ولا البرلمان ولا يعني المنتخبين. المهم أنا وش نوصي بلي الناخبين مش يكتفي اليوم هو وضع الورقة تاعو، لا هاو التزم بهذا التوتال، التزم بأنه يكون مواطن ويتبع ويتابع شؤونه حتى لا نسمح بالانزلاقات وتفلت الامور مثل ما وقع لحد الان. انا شوف الحماس، شوفي سيدتي يعني الحماس ماهوش فوضى، يعني بكل صراحة حماس والمكان راهو مكان شعبي والمواطنين راهم يمارسوا في حقوقهم هنا، هذا انا نعتبره حماس، انا نعتبره حماس، ونرحب بكم ونشكركم على هذا كل خطر نلقاكم هذا. ولكن الديمقراطية التشاركية سيدتي راهي هي التوجه العالمي لكل الديمقراطيات العالمية، لأن فشل الديمقراطية التمثيلية أو فشل هذا يعني النمو وتنمية الديمقراطية التشاركية راهو جاء نتيجة فشل الديمقراطية التمثيلية اللي راهي سائدة منذ ثلاث قرون تقريبا. وبالتالي نحمد الله بأن المجتمع الجزائري أفرز
مجتمع مدني قوي نحمد الله عليه، لأن هذا يحدث توازن في الساحة السياسية حتى لا يطغى أي من كان منتخبا يطغى، وحتى أيضا لا يفشل أي منتخب أخر يريد العمل وما يجيش المساندة الكافية من قبل المواطنين الذين انتخبوه. تجاوزات ربما سيدي الخلافة، نعم تجاوزات، هل وصلت السلطة لحد الآن؟ لا، عندي واحد التجاوز غريب سجلناه في وهران، رئيس مكتب هز المحاضر حطهم وحب يتسلل بهم، هاو في دين العدالة، وهذا وش سجلنا بصح ما فهمناش وش حب يدير بهم، حب يخرج بهم ويرجعهم مصنوعين ما فهمنا. المهم راهو بين ايدي العدالة الان، وبصر العدالة تم شوف احنا الجزائر الجديدة القانون يعلو ولا يعلى عليه، اللي يتعدى على القانون موقوف العدالة اللي تتولاه، ما كانش هذيك تسامحوا، العدالة تسامحوا. احنا الدور نتاعنا التجاوز نشوفوه بسيط، ما كان انا نملهن بس اللي يشوف هذا هزي المحاضر رايح بهم، هذا وش هذا معول على التزوير وش معول، وبالتالي العدالة اللي تحاسبه، وهذا هو الوحيد. يعني قلت لك علاش بضحك، خاطر الوحيد اللي سجلناه في 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 وهران، ها باش نزيد نوضحها، هذا هو. بارك الله فيكم، الله يوفقنا جميعا.